دشن صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك مشروع شراكة بين الجامعة البريطانية في مملكة البحرين وجامعة سالفورد مانشستر بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمنطقة سار، بحضور معالي الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، ومعالي الشيخ خليفة بن رعيج الخليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد ومجموعة من المسؤولين. وأشاد دوق يورك بإنشاء هذه الجامعة على أرض مملكة البحرين بشراكة مع إحدى أهم الجامعات في المملكة المتحدة، وذلك في إطار علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتنامية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت الكثير من التطور والنمو والازدهار على مدى 200 عام، وشملت جميع المجالات ومن بينها التعليم بمختلف مراحله. وأكد أن الجامعة الجديدة المتوقع افتتاحها في سبتمبر المقبل ستشكل إضافة نوعية لقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين والمنطقة من خلال ما سوف تقدمه من برامج أكاديمية، منوها باهتمام مملكة البحرين والتسهيلات التي تقدمها لاحتضان المشروعات الرائدة في شتى المجالات. من جانبها كان سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي أن إنشاء هذه الجامعة يأتي في إطار اهتمام مجلس التعليم العالي باستقطاب الجامعات الدولية المرموقة وتشجيع بناء الشراكات وتعزيزها بين مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية بهدف تقديم برامج أكاديمية نوعية تواكب العصر وتستجيب لاحتياجات سوق العمل وتلبي متطلبات التنمية الشاملة المستدامة، وبما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي. وأشار الوزير إلى تعاونات أخرى متميزة بين المملكتين الصديقتين في مجال التعليم العالي، حيث يواصل مجلس التعليم العالي بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني تنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي المؤسسي في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، إلى جانب التعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية في تنفيذ برنامج التطوير المهني لأعضاء هيئات التدريس وتنفيذ برنامج التنمية المهنية للباحثين بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني. بدورها أثنت البروفيسورة هيلين مارشال رئيسة جامعة سالفورد مانشستر البريطانية على حرص مملكة البحرين على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي وبيوت الخبرة العالمية لتطوير الخدمات التي تقدمها في هذا القطاع التعليمي المهم، مطلعة إلى أن تسهم الجامعة الجديدة في تزويد أبناء مملكة البحرين والمنطقة بالمهارات والمعارف لمواكبة لاحتياجات التنمية الشاملة المستدامة والمتطلبات الملحة لسوق العمل الدولية. أما البروفيسور كيت شارب نائب رئيس الجامعة البريطانية في البحرين فقد أشار إلى استعداد الجامعة مع بدء تقديم خدماتها رسميا خلال العام الدراسي المقبل إلى طرح برامج أكاديمية متنوعة ومنها البكالوريوس في تخصصات المحاسبة والتمويل وإدارة المشاريع وشبكات الحاسب الآلي والهندسة المدنية. هذا وتم خلال حفل التدشين توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة البريطانية في مملكة البحرين وشركة باتلكو. لا شك أن هذه الفعالية اليوم تأتي تعبيرا عن العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والتعليم يشكل داعما أساسيا لتطوير هذه العلاقات وأيضا تعزيزها. ويؤكد أيضا أن سياسة مجلس التعليم العالي في استقطاب أفضل الجامعات بدأت تأتي ثمارها، وإن شاء الله سوف نستمر في استضافة برامج أكاديمية مع جامعات أو فروع لجامعات، وأن تكون البحرين بإذن الله تعالى بفضل قيادة الحكيمة مركزا رئيسيا في المنطقة للتعليم العالي.